فهل طلب من الحكم، هل طلب من الحكم كتابة تقرير في حمد الشناوي بهذا الشكل؟ يعني محتاج ده محتاجه، ده طبعا علامه استفهام، علامه استفهام كبيره الحقيقه، كبيره يعني جدا على نقطتين مهمين جدا. وانا على فكره يا كابتن يعني حتى من جوه قناه الاهلي نحن لا نقر اي سلوك خارج من اي لاعب، يعني طبيعي اي لاعب يرتكب اي سلوك أكيد، سواء محمد الشناوي اي حد يعاقب اكيد. بس انت لو محمد الشناوي ارتكب سلوك او اي لو اي لاعب سين ارتكب سلوك عاقبه بالعقوبه الاداريه بتاعتك، واكون واضح وصريح معاه وقع عليه العقوبه. حضرتك ما وقعتش العقوبه، اذا الامر لم يستدعي شيء بالنسبه لك والقضيه خلصت والقضيه انتهت. زي واحد مثلا يعني حصل بينه وبين مشكله واحد واعتدى عليك وانت ما حررتش محضر بالواقع في قسم الشرطه، حتى ما كانش في اعتداء يعني. ما بقول لك مثلا يعني بقول لك على الواقع يعني طبيعي جدا انك انت تثبت الواقعه عشان يحصل عليه عقوبه، عشان يحصل عليه عقوبه. طب هذا لم يحدث. بتتكلم في نقطتين، النقطه الاولى ان القرار طلع في خلال 24 ساعه وده مخالف للعرف الطبيعي انك بعد انتهاء الجوله تماما، فدي علامه استفهام محتاجين برضو نجاوب عنها او اتحاد او الكره يجاوب عنها.